الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. الصلاة أعظم الواجبات على الإطلاق بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الحد الفاصل بين المسلم والكافر. ولذا فإن العلماء مجمعون على أن من جحد الصلاة وقال إنها لا تجب علي ولا يلزمني أن أصلي فإنه كافر بالله عز وجل. والصحيح من كلام أهل العلم أن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه كافر بالله جل وعلا. وبهذا يتضح لك أن الصلاة لها شأن ليس لغيرها من العبادات على الإطلاق، حتى إن الذي يتركها تكاسلا وانشغالا عنها مع اعتقاد وجوبها فإنه ليس بمسلم على الصحيح من كلام أهل العلم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح، قال: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عبد الله بن شقيق التابعي الجليل رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يقول أيوب السختياني رحمه الله كما أورد هذا محمد بن نصر في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. قال: ترك الصلاة ماذا؟ كفر لا يختلف فيه. ويقول إسحاق ابن راهويه رحمه الله الإمام الجليل الذي كان يقرن بالإمام أحمد وبالإمام الشافعي، يقول رحمه الله: ترك الصلاة كفر من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. ترك الصلاة كفر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إسحاق، إلى يومنا هذا. إذن ترك الصلاة له شأن عظيم. وصدق عمر رضي الله عنه حينما قال لما طعن: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذا تنبه يا أيها المسلم، قضية الصلاة ليست قضية سهلة وليست قضية كما يقولون عادية. إن صلى الإنسان فالحمد لله، وإن لم يصلي فلا بأس. لا والله، الأمر في ذلك ليس كذلك، بل من ترك الصلاة عامدا متعمدا وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هذا هو القول الصحيح، أنه يكون بترك الصلاة مرتدا عن دين الله عز وجل، حتى إنه إذا مات فإنه لا يعامل معاملة المسلمين بل يعامل معاملة المرتدين. إذن المسألة ليست سهلة. تفقد نفسك، تفقد من حولك، تفقد والديك، تفقد أبنائك، تفقد زوجك، تفقد إخوانك، تفقد أقربائك، وناصح وبين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لعل الله عز وجل أن يهدي عليك من شاء، أن يهدي على يديك من شاء من خلقه.